عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله، ومرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم سمن أو الرغايف كيجو خفافين ومورقين وسهلين في الطريقة ديال التحضير، بدون زبدة وبدون خميرة، بدون دلك وبدون مجهود، وسهلين في الطريقة ديال التحضير وناجحين 100%. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. زدوا على بركة الله. هنا المقادير عندي، هنايا واحد زلافة كبيرة ديال الفينو، عندي جوج ديال زلايف كبارين ديال الدقيق، عندي نحتاج هنا من الملح، عندي هنايا الماء المعادي من الكريفو أو من الروبيني. بالنسبة للتوريق عادي نحتاج الزيت، عادي نحتاج الفينو. هادوم هما المقادير اللي عادي نحتاج، مقادير بساطين وسهلي. دوزو على بركة الله الطريقة ديال التحضير. انا هنايا جبت الاناء اللي عادي نعجن فيه المسمنات او الرغايف ديالي، كنعمل فيه جوج ديال الزلايف ديال الدقيق، كنزيد عليه زلافة ديال الفينو. طبيعة الحال الدقيق والفينو يكونوا مغربلين. كنزيد عليهم الملح، نخلط المكونات الجافة مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا معايا، من بعد ما خلطت المكونات الجافة مع بعضياتهم كنزيد هنايا الماء وكنبدا نجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، وكنزيدوا الماء شوية بشوية. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما جمعت العجين ديالي كيجي على الشكل هذا. العجين ديالنا ما كيجيش خفيف وما كيجيش قاصح، كيجي معوض بحال اللي كتشوفوا معايا. انا هنايا غادي نعمل العجين ديالي على سطح العمل، وغادي ندلكوا واحد الليكة خفيفة بحال اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. كتشوفوا معايا، من بعد ما دلكت العجين ديالي دليكة خفيفة، كنجيب هنايا بلاستيك غذائي وكنعمل العجين ديالي فيه، وكنلويوه ببلاستيك غذائي وكنخليوه تقريبا 15 دقائق حتى 20 دقيقة. من بعد ما ارتاح العجين ديالي مدة ديال 20 ديال دقائق كيف ما شفتوا معايا، انا هنايا كنحيدو من بلاستيك غذائي كيف ما كتشوفوا معايا، والعجين ديالي كيبان معجون مزيان واخا انا ما عجنتوش بزاف. السر ديالو هو ملي كنعملوها في البلاستيك غذائي او في اي بلاستيك تكون نقيه كيف ما شفتوا معايا، سبحان الله كيتسهل علينا العمليه ديال العجن، وفحال اللي تقول عجنتو على الله شحال، وانا ما عجنتوش حتى بزاف، عجنتو غير شويه كيف ما شفتوا معايا. انا هنايا كندهن يدي بشويه ديال الزيت، وكندهن شويه ديال العجين بشويه ديال الزيت، غير شويه ماشي بزاف، وكنبدا هنايا كنقطع
على شكل كويرات كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنا قاعدين نعمل كويرات حجم متوسط، وانتم يمكنكم تعملوهم صغارين او كبارين على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا كندهن سطح العمل وكننزل عليه الكويرات ديالنا باش ما كيلصقوش، وكنكمل هنايا في التكوار ديال العجين ديالي حتى نكمل العجين كامل. بعد ما كملت من التكوار ديال العجين ديالي، انا هنايا دهنتهم بشويه ديال الزيت وغطيتهم ببلاستيك غذائي كنغطيوه مزيان باش الهواء ما كيدخلهمش وما كيعملولناش هذيك القشره من الفوق، وكنخليهم يرتاحوا باش ملي كنجيو نطلقوهم كيجيونا ساهلين. من بعد ما ارتاحوا الكويرات ديال العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، كنبدا بالعجينه الاولانيه اللي كنت كورت معاكم. انا هنايا كنحيد هذه الكويرات لجهه اخرى وكنغطيهم طبيعة الحال بالبلاستيك غذائي باش ملي غادي نجي نطلق العجين ديالي نجبر فين نطلقو. انا هنايا كنرش اولا كندهن سطح العمل بالزيت مزيان باش ملي غنكون كنطلق العجين ديالي ما يلصقليش على سطح العمل. كنطلقو هنايا العجين ديالنا مزيان وكندهنو بشويه ديال الزيت، وكنبقى كنطلق في العجين ديالي حتى كيتطلق كامل كيف ما كتشوفوا معايا. هاو العجين ديالي بعد ما تطلق كامل كيف ما كتشوفوا معايا، واخا يتقطع لكم شويه ماشي مشكل حيت غيتغطى الداخل ما كيجيش باين. انا هنايا كنرش عليه الفينو وكنرش عليه شويه ديال الزيت كيف ما شفتوا معايا. انا ما استعملت هنايا لا خميره الحلوى ولا زبده لا حتى شي حاجه، فقط اكتفيت بالزيت والفينو. صراحه هاد الهضر غايف كيجيو مورقين وكيجيو مزيونين بزاف. انا هنايا كنجيب هاد الجهه هادي كنجيبها من الوسط بحال اللي كتشوفوا معايا، وكنجيب الجهه هي اخرى كنعمل عليها كنرش شويه ديال الفينو وشويه ديال الزيت. كنجيب هذه الجهه هذه كنعملها في الوسط وكنجيب الجهه اخرى كنعملها عليها، وهي الرغيفه ديالنا رجعت مربعه. انا هنايا غادي نكمل في التطلق ديال الرغيف ديالي حتى نكمل الكويرات اللي عندي كاملين، عاد غادي نرجع باش نطيب الرغيف ديالي. صراحه الله البنات هاد الرغيف هادوم كيجيو مورقين وما كيجيوش معجنين، كيجيو مورقين وكيجيو ساهلين في الطريقه ديال التحضير بالنسبه للمبتدئات. انا متاكده الا جربوا هاد الطريقه هادي عادي تجيهم سهله وعادي تجيهم ناجحه 100%. نتمنى هذه الطريقه هذه تنال الاعجاب ديالكم. طبيعه الحال رحنا عارفين بان اغلبيه ديال الناس كيعرفوا يعجنوا الرغايف
كيعرفوا يطلقوا الرغايف، مي هو كل واحد والطريقه ديالهم، وانا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي ونتمنى تعجبكم. من بعد ما كملت من التطلاق ديال الرغايف ديالي كاملين، عاد رجعت انا هنايا باش نبدا نطيب الرغايف ديالي. كنعمل هنايا شويه ديال الزيت في المقله، وكنعمل الرغايفه ديالي الاولانيه اللي كنت طلقتها، كندق عليها هنايا شويه على الجنيبات كيف ما كتشوفوا معايا، كنرش عليها شويه ديال الزيت من الفوق، وكننقص الرغيفه ديالي على النار، ما كنطيبوهاش على نار جاهده، يعني على نار اوطى يعني متوسطه شويه، باش الرغيفه ديالي كطيب لي مزيان، ما كتبقى لي شي خضره من داخل. البنات بالنسبه للمقله ديالي، انا هنايا عارفه بان عيجوني التعليق في الكومنتاريو، انا جاوبكم من هنا قبل ما تكتبوها. بالنسبه للمقله ديالي انها رجعت لي هيدا، حيت انا عطيت واحد الحكه فعلا تركه ورجعت لي هيدا، حيت المقله ديالي عندي قديمه ماشي جديده. المهم كطيبنا، هذاك هو المهم. المهم البنات كنضحك معكم، انا هنايا كنقلب الرغيفه ديالي من بعد ما طابت من تحت، كنقلبها على الجهه اخرى، خليو الرغيفه ديالي كطيب على خاطره كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنايا كنكمل في التطياب ديال الرغايف ديالي حتى كنكملهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا، تبارك الله الرغايف كيجيو محمرين ومورقين. نتمنى الطريقه هذه تنال الاعجاب ديالكم، والبنات ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم. هاهما البنات مسمنات اولا الرغيفات كيجيو محمرين ومورقين كيف ما كتشوفوا معايا، ما كيجيوش معجنين كيف ما شفتوا، بدون زبده وبدون خميره. كنتمنى الطريقه ديالي تنال الاعجاب ديالكم.
الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايكات ومن التعليقات ديالكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه مرحبا به ويشترك ويفعل زر الجرس باش يوصل له الجديد. شكرا على الدعم ديالكم، بكم انا كنعطي كثار وكنزيد للقدام. شكرا على المشاهده وعلى المتابعه، وبسلامه عليكم. تلقوا فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه عليكم.